أكد وزير المالية محمد معيط أن البنك الآسيوي له أهمية كبرى للمساهمة في الاستثمار بالبنية التحتية بالقارة الإفريقية. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر بحضور وزير المالية حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا. وأوضح وزير المالية أن مصر سددت 52 مليار دولار قيمة الالتزامات الخارجية المستحقة عليها خلال العامين الماليين 2021-2022 و2022-2023، مشيرا إلى أنهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي. كما أكد وزير المالية أن انضمام القاهرة إلى بريكس من شأنه أن يعزز استثمارات الدول الأعضاء في مصر، واضحا أن البنية التحتية في مجال المواني تشهد تطورا كبيرا، وأن تلك التطوير وذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالمواني. يعني العالم بيعاد تشكيله اقتصاديا وسياسيا من جديد، ومصر موجودة بقوة في كل المحافل الدولية سواء في البريكس، سيادة الرئيس بيحضر اجتماعات مجموعة العشرين، وادي اجتماعات البنك الآسيوي دي فريدة من نوعها. معالي الوزير أعطانا صورة متفائلة للاستثمارات في السنوات القادمة، وفي أمل كبير جدا أننا نجتاز كل هذه الصعوبات، لأن الدولة اللي قدرت تعبر مشاكل وأزمات وتحديات كبيرة جدا بعد يناير قادرة بإذن الله أنها تتجاوز هذا الأمر وتخرج إلى بر الأمان. انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقلنا ان البنك يعني عنده 106 عضو وراس ماله 100 مليار دولار، ومصر من الاعضاء المؤسسين في هذا البنك، يعني من الدول الاقليميه بالنسبه للبنك من حيث التاسيس ومن حيث التمويل، وبرغم انها دوله في قاره افريقيا ويعني لها حصه في راس المال ب 650 مليون دولار. البنك عمل اجتماعاته السنوية حضوريا فعليا قبل كده في ثلاث دول في العالم، الهند والصين وبروكسل، فدي يعني أول مرة في القارة الأفريقية يعقدها في مصر.